ابن حجر رحمه الله قال كما في فتح الباري: المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه. والدليل عند مسلم قول عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهموما قال: لأقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.